بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سوف نتعلم برنامج جديد يدعى Smilebox، وهو برنامج لتصميم ألبومات وصور منزلية وصنع هدية لأصدقائك وعائلتك وأحبابك. أولا، كيفية تحميل برنامج Smilebox. سوف يطلب منك البرنامج نفسه تحميل تطبيق معين لتشغيل البرنامج على جهازك. سوف نقوم أولا بالذهاب إلى محرك البحث جوجل، ونقوم بكتابة اسم البرنامج Smilebox. من ثم الذهاب إلى الموقع الرسمي للبرنامج. لدينا هنا إعلان للبرنامج نفسه، من ثم التصميمات الموجودة لدى البرنامج كيف تريد أن تحتفل أو كيف تريد أن تصنع بطاقة دعوة، من ثم الضغط على Get Started لتحميل البرنامج. سوف عند الضغط على هذه الأيقونة سوف تقوم بتحميل البرنامج. سوف يطلب منك كما قلت سابقا بتحميل تطبيق معين على الجهاز نفسه. لتقوم بتشغيل البرنامج سوف أقوم بالضغط على Get Started وأقوم بتشغيل التطبيق. كما قلت سابقا قد حملته من قبل، وسوف يقوم هنا بتشغيل البرنامج الموجود على الجهاز نفسه. نرى هنا أنه يقوم بتشغيل البرنامج. سوف نتعلم بإذن الله خصوصيات هذا البرنامج، وأنه سهل الاستخدام وليس صعبا، ويفيد في كثير من المناسبات وسهولة استخدامه. من الممكن استخدامه ونشر الكثير من الدعوات بسهولة، أو مثلا أن تريد أن تقوم باجتماع معين، أو أن تقوم مثلا بشرح درس معين للتلاميذ لديك، وسيكون من السهل استيعابه واستخدامه. لدينا هنا أولا هذه الصور أنا قمت بتحميلها من الجهاز نفسه. من الممكن تحميل صور من جهاز الكمبيوتر نفسه ومن الإنترنت كذلك، وتقوم بتحميل الصور من جهازك المحمول أيضا الآيفون أو من تطبيق معين آخر وهو الفيسبوك. سوف أقوم بالضغط. نرى هنا الاختيارات لدينا: My Computer، Facebook، Smilebox for iPhone. سوف أقوم بالضغط على جهاز الكمبيوتر. سوف يظهر لدي الصور الموجودة لدي، صوري المحملة التي حملتها سابقا، أو من الممكن صور أصدقائك وأحبابك وغيرها من الصور، كذلك الصور التعليمية أو عمل برنامج تعليمي لحصة معينة. سوف أقوم بالضغط على هذه الصورة. نرى أنها أضيفت إلى البرنامج. لدينا هنا الكثير من التصاميم الجميلة لعمل أي دعوة كانت، أو أي تصميم معين كان لديك، مثلا للمدرسة كما قلت، لبرنامج تعليمي، أو مثلا دعوة، أو مثلا للأعياد، أعياد أيا كانت، أو بطاقة شكر كذلك، أو أعراس من أجل العائلة والأطفال. إنه برنامج جميل فعلا. سوف أقوم بالضغط على Anytime لنرى ماذا سيحدث. ظهرت لدينا كذلك التصاميم الأخرى.
مثلا تقويم لعمل تقويم معين، دعوة، greeting، thanks، أيا كان. لنرى ماذا لدينا هنا. هناك الكثير من التصاميم ممكن استخدامها لعمل أكثر من أكثر الاستخدام هذا البرنامج في كثير من الأشياء في حياتنا. مثلا سوف أقوم بعمل أولا سوف أقوم بعمل تقويم لنرى ماذا لدينا هنا. كذلك عند الضغط على أي تصميم معين سوف يظهر تصاميم أخرى لهذا التصميم. لاختيار تصميم من أجل تقويم معين سوف أقوم بالضغط على هذا الشكل، ظهر لدينا ثم الضغط على هذه الأيقونة لدينا اختيارات. هنا ظهرت لدينا auto fill your photo. سوف أقوم لأنني لا أريد أن أقوم بهذا الاختيار سوف no thanks. ظهرت لدينا هذا التصميم. نستطيع إضافة الصور عبر سحب هذه الصورة مثلا إضافتها هنا وسحب هذه كذلك وإضافتها هنا على حسب الشكل الذي أنت تريده لهذا التقويم. سوف أقوم بوضع هذه الصورة هنا كذلك وهذه هنا. رأينا كذا هذا هنا لدينا أخيرا هذا الشكل التقويم لجنوري. حسنا الآن سوف أذهب إلى الشهر الثاني وهو شهر فبراير وأقوم بنفس الطريقة إضافة الصور. مثلا إذا كان لديك عيد ميلاد شخص معين في هذا اليوم تضع صورته هنا. نفس الطريقة سحب الصورة وإضافتها إلى شكل التقويم. كذلك شهر مارس شهر ثلاثة إلى شهر ديسمبر شهر 12 وأقوم بإضافة الصور. هنا عملت تقويم كامل لسنة 2015 كما يظهر لي هنا. حسنا أريد رؤية ماذا فعلت في هذا التقويم. نقوم بالضغط على Review لنرى ماذا فعلت هنا أنا في هذا التقويم. هذا هو ظهر لدي مع الموسيقى، له فعلا جميل. سوف أقوم بالضغط على الاستكمال هنا. انتهينا. من الممكن كذلك في آخر أيقونة Share Print or DVD من الممكن استخدام هذا البرنامج لعمل نسخة على DVD أو لنسخ هذا التقويم عبر طباعته بنفسك في المنزل أو مشاركته في أي تطبيق من التطبيقات التي تستخدمها مثل فيسبوك وغيرها. هنا في هذه الاستخدام Order Print لطباعة التقويم الذي قمت بعمله. هنا لدينا اختيارات متعددة للتقويم الذي قمت بعمله. مثلا استخدام اختيار الموسيقى التي أنت تريدها. قمت أنا فعلا بوضع موسيقى لنرى هنا No Music لنرى ماذا سيحدث فعلت. ظهر لدينا التصميم من غير موسيقى. حسنا هنا لإرجاع أو لاسترجاع ما قمت بفعله من أيا كان سواء كان تقويم أو سواء كان أيا كان.
هنا يريد أن أحفظ هذا التصميم، سوف أقوم بحفظه لي. وأن تستطيع أن تغير اسمه كذلك. سيف يقوم بتخزين أو بحفظ هذا التصميم الذي قمت به سابقا. من هنا My Design تستطيع استرجاع كما قلت سابقا في هذه الأيقونة ما قمت به من أعمال، من تقويم، من أيا كان. سوف أقوم بعمل تصميم آخر غير التقويم لنرى ماذا لدينا. مثلا سوف أقوم بالضغط على بيتس، وهي الحيوانات الأليفة كما رأينا. ظهر لدينا العديد من التصاميم الأخرى المناسبة للحيوانات، سلايد شو. سوف أقوم بعمل تصميم آخر وأقوم بعمل تصميم مناسب للموضوع الذي سوف أتحدث عنه. في المرة الأولى قمت باختيار عدم تطبيق اختيار أوتو فيلت، سوف أقوم باختيار هذا التطبيق مرة أخرى لنرى ماذا سيحدث. في المرة الأولى ضغطت No Thanks، في المرة الثانية سوف أقوم بتطبيق أوتوفيل. ظهر لدينا هذا التصميم. نستطيع كذلك كتابة وإضافة أيا كان، سواء أسامي، سواء نص معين نريد إضافته إلى التصميم. سوف أكتب مثلا Happy birthday. أنه فعلا سهل الاستخدام، فعلا تريد مثلا أنه كذلك يفيد توفير الوقت. إذا كنت مثلا تريد دعوة الكثير من الناس، دعوة الكثير من الناس إلى احتفال معين أو إلى اجتماع معين، تقوم بعمل تصميم معين وإرساله عبر البريد وسوف يصلهم خلال دقيقة، أقل من دقيقة. سوف أقوم بوضع هذه الصورة. Happy birthday. Slide show. من هنا اختيار الصورة أو اختيار ظهرت لدي الصورة التي قمت باختيارها وإضافة اسم مثلا الحيوان الأليف الذي سوف أقوم بالاحتفال به، لأنهم هناك يهتمون كثيرا بهذه الأمور. مثلا أسميه لكي، اسم معين. من هنا وضع صور، ظهرت لدي جميع الصور التي قمت بوضعها سابقا في البرنامج. من هنا نضغط بهذه الأيقونة لإضافة شريحة أخرى أو إضافة 5 شرائح أخرى. سوف أقوم بإضافة شريحة واحدة فقط. نقوم بالضغط عليها. من هنا إدت، ظهرت لدي هذا الشريحة الجديدة. مثلا أيا كان نريد كتابته، سواء كان لدينا احتفال معين أو لدينا اجتماع معين كما قلت سابقا، سوف أقوم بوضع هذه الصورة هنا. من ثم اختيار الموسيقى، هل تريد فعلا موسيقى لإضافتها في هذا التصميم أو موسيقى موجودة في
برنامج نفسه أو إضافة.